تحياتي لك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد من هنا من استاد الاسكندريه. يمكن تقرير الحكم او قرار حكم المباراه كابتن محمود البنا بالغاء المباراه بسبب سوء الاحوال الجويه هنا في الاسكندريه. يمكن مطره شغاله طول الليل لحد الساعه 12 الظهر النهارده. يمكن مباراه امبارح كان بتاعت فاركو كان ليها اثر سلبي على مستوى الاداء ارضيه الملعب هنا في استاد الاسكندريه. خليني اكلمك ايضا عن الفرقتين. يمكن الفرقتين ما قدروش يخرجوا من فندق الاقامه. يمكن فريق سموحه اللعيبه خرجت كل واحد لوحده، كل واحد خرج من الفندق الاقامه على النادي اللي ياخد عربيته ويروح على بيته. الامور كانت صعبه من الساعه 12 بالليل لحد الساعه 12 الظهر، سيول متواصله على مدينه الاسكندريه. الحكم محمود البنا نزل مع طاقم التحكيم، نزلوا وعينوا ارضيه الملعب، داسوا في كل حته في ارض الملعب وقرر استحاله اقامه المباراه. يمكن الكابتن عامر حسين او الحاج عامر حسين كان على تواصل دايم مع الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام الاستاد والحكم محمود البنا، والتقرير خلاص يعني يمكن لجنه المسابقات ولجنه الانديه وافقت على رابطه الانديه وافقت على الغاء المباراه وتاجيلها بسبب سوء ارضيه الملعب. خلينا نقرب نقرب اكثر لكواليس الغاء او تاجيل هذا اللقاء من الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام الاستاد. دكتور محمد تحياتي ليك، عايز اقول لك يعني الله يكون في عونك. الامور صعبه جدا، بقى لنا اربع ايام في نوى. يمكن مباراه امبارح كان مصعبه الامور، النهارده هي السبب في الغاء مباراه او تاجيل مباراه النهارده. مظبوط فعلا. هو يمكن محافظة اسكندرية زي ما حضراتكم كلكم تابعين، احنا بقالنا دلوقتي 72 ساعة هطول امطار متواصل، مفيش توقف. يمكن التوقف اللي حصل امبارح يمكن 3-4 ساعات اللي هم اتلعب فيهم الماتش بتاع فاركو. طبعا مباراة امبارح احنا اشتغلنا يعني على قدم وساق عشان تقام، والناس اللي في الاستاد بذلت مجهود كبير جدا. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا اقمنا المباراة واشتغلت امبارح، ولكن طبعا كان ليه تأثير كبير سلبي على أرضية الملعب نتيجة إقامة المباراة امبارح. الناس بصراحة ما اتأخرت، الناس مبيتة في الاستاد من امبارح، ولكن عدم توقف الامطار من زي ما حضرتك قلت من الساعة 12 امبارح لحد الساعة 12 الظهر النهاردة، ويمكن من الساعة 9 صباحا او 9 ونص تحديدا لحد الساعة 12، كمية امطار وسيول غير طبيعية. حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية احنا نزل على اسكندرية 1300 متر مكعب مية في الساعة، وقعدت حوالي ساعتين ونص شتاء متواصل. يمكن الملعب قدام حضراتكم فعلا هو كما يعني الشكل يعني مفيش ميه مبركه، ولكن الارضيه نفسها يمكن الكابتن البنا نزل معايا ولفنا الملعب كله حرصا على حياه اللاعبين وحرصا على سلامه اللاعبين وللحفاظ على الملعب، فكان قرار تاجيل المباراه. سيناريو الالغاء جه ازاي؟ سيناريو الإلغاء احنا في تواصل مستمر مع الحاج عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكورة والحكام من الصبح، ويمكن الحاج عامر حسين كان معانا امبارح في الملعب هنا لحد الساعه 12 مساء. الرجاله بتوع الاستاد كانوا شغالين بيصلحوا التلفيات اللي حصلت في الملعب. النهارده الصبح يعني كنا متوقعين ان النوى تهدى شويه، ولكن على عكس كل التوقعات حصل هطول امطار غزيره جدا جدا، حتى الناس ما قدرتش. يعني احنا واقفين زي ما حضرتك شايف كده، احنا واقفين بالكوزلك وبالرين كوت والكلام دوت عشان نقدر نحاول نصلح الملعب ونحاول نخف من الاثار اللي حصلت للامطار، ولكن طبعا كميه امطار بقول لحضرتك غزيره جدا، ما كانش في امكانيه خالص. يعني ربنا يكون في عون السيد المحافظ، الاجهزه التنفيذيه بره في الشوارع، الامور صعبه جدا. ليه كميه امطار بقول لحضرتك كبيره فوق طاقه الاستيعابيه لمحطات الصرف؟ محطات الصرف بتستوعب في الساعه مثلا حوالي 500-700 متر مكعب، ودخل عليها 1300 متر مكعب ميه. اشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، ربنا معاك ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي افضل للاستاذ كده باذن الله. ان شاء الله، شكرا لكم. زميلي العزيز ابراهيم، ده كان لقاءنا مع دكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الاسكندريه عقب الغاء او تاجيل مباراه نادي سموحه مع فريق طلائع الجيش. خليني اقول لك كل الناس من هنا في استاد اسكندريه انسحبت، حتى الفار انسحب، حتى الامن انسحب، خلاص الامور بدات، خلاص الاستاد فضى، مفيش الا احنا موجودين.